بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات لطلبة الصف الخامس. في الحصة الماضية خامس تعرفنا إلى عملية تقدير نواتج الضرب، حللنا المثال الأول وأجبنا على أسئلة أتحقق من فهمي. اليوم إن شاء الله راح نحل أسئلة صفحة 34 من السؤال الأول إلى السؤال التاسع بهدف تأكيد الفكرة اللي درسناها في الحصة الماضية. طبعا نبدأ في السؤال رقم 1. سؤال رقم 1، أقدروا ناتج، طبعا السؤال الأسئلة من 1 إلى 9 تتحدث عن نفس الموضوع اللي هو أقدروا ناتج كل مما يأتي. في الرقم 1 عندي الرقم 589 ضرب 8. احنا حكينا أول شيء نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. لاحظ يا خامس، المنزلة ما قبل الأخيرة هي العدد 8. المنزلة ما قبل الأخيرة هي العدد 8. نسأل 8، هل هي من الأعداد الكريمة؟ الجواب نعم، بما أن 8 من الأعداد الكريمة ستعطي المنزلة التي تأتي بعدها مباشرة 1. ما هي المنزلة التي أتت بعدها مباشرة؟ المنزلة هي العدد هو 5. 5 زائد 1 6. أما 8 والتسعة فتنزل أصفار، حط 1 2. الآن ضرب العدد 8 عدد وحيد، لما يكون عندي عدد وحيد ينزل كما هو، فضرب 8 يساوي، حكينا الحصة الماضية أول شيء بنضرب الأرقام، 8 ضرب 6، 8 ضرب 6 يساوي 48. هلا بدي أنزل الأصفار، كم صفر في عندي؟ صفرين، بينزلوا صفرين، إذا الإجابة 4800. 4800 هذه إجابة الفرع الأول. نأتي الآن إلى الفرع الثاني، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. ما هو العدد في المنزلة ما قبل الأخيرة؟ العدد هو 1. هل 1 من الأعداد الكريمة؟ الجواب لا، إذن 5 تنزل كما هي، أما 1 و4 فتتحول إلى أصفار. ضرب العدد الثاني 48، مكون من منزلتين، المنزلة ما قبل الأخيرة هي 8. 8 من الأعداد الكريمة، فرح تعطي 4 1 لتصبح 4 5. أما العدد 8 فيصبح 0، فيصبح 500 ضرب 50 يساوي. نبدأ بعملية ضرب الأعداد، 5 ضرب 5 25. الآن نبحث كم صفر في عندي؟ في عندي 3 أصفار، من ننزل 3 أصفار، فيصبح الجواب 500 ضرب 50 تساوي 25000. المسألة الثالثة، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. حددنا 4 وحددنا 9. 4 من الأعداد الغير كريمة، فالخمسة لا تتغير، تبقى كما هي. 4 و1 تصبح أصفار. ضرب 9 من الأعداد الكريمة، فبتعطي 3 1 وتصبح 4. أما 9 فتتحول إلى 0. 500 ضرب 40 يساوي. نضرب الأعداد، 5 ضرب 4 يساوي 20. هلا من نزل الأصفار الموجودة، كم صفر عندي في المسألة؟ عندي 3 أصفار، من نزل 1 2 3 ليصبح الناتج 20000. المسألة رقم 4، مئتان وواحد وثلاثون ضرب 72، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. العدد 3 من الأعداد الغير كريمة، فلا يتغير على الاثنان شيء، تبقى الاثنان كما هي. العدد 3 و1 تصبح أصفار. ضرب الاثنان عدد غير كريم، لا يعطي 7، فتبقى 7 كما هي، والاثنان تتحول إلى 0 تساوي.
نقوم بضرب الأعداد، 7 × 2 يساوي 14. والأصفار عندي 3 أصفار تنزل كما هي، 1، 2، 3، ليصبح الناتج 14000. المسألة رقم 5، أحدد المنزل ما قبل الأخيرة. الثمانية من الأعداد الكريمة، تعطي المنزلة التي تأتي بعدها مباشرة 1، فثمانية زائد ثمانية 9. أما الثمانية في منزلة الأحاد والثمانية في منزلة العشرات فتتحول إلى أصفار. ضرب الأربعة عدد غير كريم، فيبقى 1 كما هو، والأربعة تتحول إلى 0 يساوي. نقوم بضرب الأعداد، 9 × 1 9، ثم ننزل الأصفار، كم صفر في عندي؟ عندي 3 أصفار، 1، 2، 3، ليصبح الناتج 9000. المسألة رقم 6، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. نبدأ، 7 عدد كريم، فيعطي المنزلة التي تأتي بعده مباشرة 1، 7 + 1 8. أما 7 في منزلة الأحاد والسبعة في منزلة العشرات تتحول إلى أصفار. ضرب 3 عدد غير كريم، يبقى 1 كما هو، والثلاثة تتحول إلى 0 ليصبح الناتج 8 × 1 8. الأصفار بتنزل، كم صفر عندي؟ 1، 2، 3، ليصبح الناتج 8000. المسألة رقم 7، نحدد المنازل ما قبل الأخيرة. طبعا في 9 ما راح نحدد شيء لأنه ما في إلا 9، فلما يكون عدد لحاله حكينا بينزل كما هو بدون أي تغيير. نبدأ، 3 عدد غير كريم، فتبقى 2 كما هي. أما 3 و1 و6 فتتحول إلى أصفار. ضرب 9 عدد لوحده منفرد يبقى كما هو يساوي. نقوم بعملية الضرب، 2 × 9 18، ثم نقوم بإنزال الأصفار، كم صفر عندي؟ 1، 2، 3، ليصبح الناتج 18000. المسألة رقم 8، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. العدد ما قبل الأخير هو 8، 8 من الأعداد الكريمة، تعطي المنزلة التي تأتي بعدها 1، 3 + 1 4. أما 8 و1 و4 فتتحول إلى أصفار. ضرب 9 يساوي، نقوم بضرب الأعداد، 9 × 4 36، ثم نقوم بإنزال الأصفار، كم صفر عندي يا خامس؟ عندي 3 أصفار، 1، 2، 3، ليصبح الناتج 36000. المسألة الأخيرة، نحدد المنزلة ما قبل الأخيرة. الأربعة، الأربعة من الأعداد الغير كريمة، فتبقى المنزلة التي تأتي بعدها مباشرة كما هي، 3. أما 4 و7 و9 فتتحول إلى أصفار. ضرب 7 يساوي، طبعا في البداية نقوم بعملية الضرب، ضرب الأرقام، 7 × 3 21، ثم نقوم بإنزال الأصفار، كم صفر عندي؟ 3، 1، 2، 3، ليصبح الناتج 21000. 21000. هيك يا خامس بنكون احنا حلينا الأسئلة المتعلقة بالفكرة اللي درسناها بالحصة الماضية. بكرة إن شاء الله راح نحل المثال رقم 2 وأتحقق من فهمي صفحة 34 وندرس بالفكرة الجديدة بإذن الله تعالى. يعطيكم ألف عافية يا مس.